دلوقتي مشاهدينا خلونا نروح مره تانيه لمنى عشان تطمنا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي منى. شكرا لك شاذلي. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون مائل للحراره على القاهره والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشماليه الغربيه والشرقيه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والجو كمان هيكون مائل للبروده ليلا على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والشرقيه، وهيكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. ربنا يديم علينا نعمته. في اعتدال نسبي في حالة الطقس دكتورة، وفي انخفاض احنا شايفين في درجات الحرارة نهارا، نقدر نقول ان ده سببه ايه؟ بالفعل يمكن احنا اليوم كمان في انخفاض في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 3 درجات، والانخفاض ده هيكون على أغلب مناطق الجمهورية، لأن احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط بين الشماليات الغربية والشماليات الشرقية، فطبعا بتؤدي لاعتدال الأجواء. كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده اللي بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فده بيؤدي أيضا لاعتدال الأجواء، وبنحس بأجواء رباعية مائلة للحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الموجودة في محافظة القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات جنوب سيناء وبعض المناطق كمان من شمال الصعيد. معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. كمان خلال فترات الليل درجات الحرارة هتنخفض، والطقس هنشعر بينه هو طقس مائل للبرودة على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في سواحلنا الشمالية حتى القاهرة الكبرى. طب خليني أقطعك دكتورة منار عذرا وأعرف قصة السواحل الشمالية. يمكن امبارح كان الجو بارد، أو يعني كل الناس اللي مسافرة في السواحل الشمالية كانت بتقول إن امبارح كان في حاسين حتى على مدار النهار كان في جو بارد، ويمكن أول امبارح كان في تساقط لأمطار حتى وإن كانت خفيفة بس كان في أمطار. هل من المتوقع إن الجو ده يستمر على السواحل الشمالية لمصر؟ بالفعل يمكن تحديدا السواحل الشمالية الغربية أول أمس شهد سقوط أمطار، وكمان في انخفاض في درجات الحرارة أمس خلال فترة النهار وخلال فترات الليل بالفعل، والأجواء رباعية معتدلة خلال فترات النهار، باردة إلى مائلة للبرودة خلال فترات الليل بالفعل، وده هيستمر معانا كمان لنهاية هذا الأسبوع. ويمكن كمان اليوم عندنا فرص، طبعا بنقول تكاثر السحب المنخفضة المتوسطة معها فرص لسقوط الأمطار اللي هي أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية على أغلب المناطق اللي موجودة في السواحل الشمالية شمال الوجه البحري، كمان بعض المناطق من سيناء. قد تمتد الأمطار الخفيفة دي لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كلها فرص سقوط أمطار خفيفة بتدل على اعتدال الأجواء والأجواء الرباعية، ومفيش منها قلق بإذن الله. إن شاء الله. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلينا دلوقتي مشاهدينا نستعرض معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض المدن ومحافظات مصر، ونبتدي من القاهرة اللي العظمى فيها 29 والصغرى 17، الإسكندرية 24-16، مطروح 24-17، سيوة 28-15، بورسعيد 23-17، ودمياط 23-17، الإسماعيلية 29-17، والسويس 30-17. العريش العظمى فيها 24 والصغرى 16، طابة 27-16، كاترين 26-11، شرم الشيخ 23-24، الغردقة 35-23، والفيوم 29-17، بني سويف 29-17، والمنيا 30-18. أسيوط العظمى فيها 31 والصغرى 19، سوهاج 32 الصغرى 20، قنا 37-21، الأقصر 40-23، أسوان 41-24، الوادي الجديد العظمى فيها 40 والصغرى 21، شلاتين 35-24، أما حلايب العظمى فيها 34 والصغرى 26. احنا كده قلنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة، وشفنا مع بعض ان النهاردة الجو كمان هيكون لطيف جدا، فرصة طيبة واحنا موجودين في الاجازة ان احنا نستمتع بالجو الحلو ده، اللي عايز يخرج يلحق، لسه العيد مكمل معانا ولسه الاجازة كمان موجودة معانا. نرجع دلوقتي لشاذلي وجمانة نكمل حلقتنا، اتفضل. شكرا ليك يا منى.